اللي عنده حياة مسلم حياته لربنا دايما في فرح في راحة، تكون مشيتك الصالحة يا رب، كل أشياء ما تعمل معا للخير الذين يحبون الله، أنا راضي يا رب، شكرك يا رب، اختار الصالح يا رب، ولو عاوز حاجة قول له عاوز، يقعد كله بسخاء ولا يعايف. فهنا لما الإنسان يقرب من ربنا يبقى في فرح في الأرض وفرح في السماء، وربنا يسنده، ربنا يسنده. تبص تلاقي أمور تغضب ربنا جدا، زي مثلا ما حصل مع أخاب الملك لما ياخد حقل نبوت اليزرعيل، ملك وعنده قصر مش محتاج حاجة، قال لي عشان يوسع حديقة القصر يقوم ياخد حقل الرجل الفقير، والرجل الفقير نفذ الوصية قال له ده ميراث آبائي من فحش يتباع، ده ميراث آبائي، ويدبر حيلة. الله، طب والنتيجة مش فيه إله بيعاقب؟ والنتيجة، النتيجة هتكون إيه؟ مش فيه إله في السماء بيحاسب؟ عشان خاطر كده كان عقاب ربنا كان شديد، قال له كده قتلت ورثت أخاب في الحق اللي لحست فيه الكلاب دم نبت الصعيدي، هتلحس دمك، وإزابل هتاكلها الكلاب مش هتندفن. ومين كان يصدق أن ملكة تاكلها الكلاب وما تندفنش؟ حصل، دخلوا جوه شدوها من القوة وقعت ماتت، قعد يقوى أكله وشربه ونسيوها طول تلاب وكلاه، وهو يموت في الحرب والكلاب والمركبة تجري لغاية تيجي في حقل نبوت اليزرعيل نفس المكان وتلحس دم أخاب من على المركبة بعد ما جرح في المركبة. طب ما هو ده هنا ما ينفعش، ليس كل أشياء توافق، مش أي حاجة فكرة عملها، دي نقطة خدوا بالكم منها كويس أرجوكم، مش أي حاجة تيجي على فكرة أعملها، ما ينفعش. الصح اللي يرضى ربنا بس، اللي يبنيني ويبني الكنيسة ويبني الملكوت بس، اللي يقربك من ربنا يقرب الناس من ربنا بس. عشان دايما أقولها لك كده، الفكر اللي ابن الله شوف الثمرة بتاعته لو ترجمته عمل، فرضا ترجمت هذا الفكر العمل، هل ثمرة هذا العمل هتكون تتفق مع ثمار الروح القدس فيها فرح محبة سلام عفة طهارة وداعة طول أناه، ولا هيبقى ثمرة هذا العمل فيها حسد وشقاق وخصام وقتل وكذب وزنا ونجاسة؟ شوف الثمرة، شوف الثمرة قبل ما تاخد الخطوة. الخطوة التانية ايه؟ يا ما ناس ضاعت عشان بتبص تحت رجليها، يا ما ناس ضاعت تبص تحت رجليها من اجل شهوة، من شهوة رضية، من اجل بيع المسيح وبص تحت رجليه. طب وبعدين الخطوة التانية الابدية، الخطوة التانية ايه؟ يهوذا لما باع المسيح الخطوة التانية كانت ايه؟ الخطوة التانية كانت ايه؟ ما هو قدام منك اهو. انما للأسف لازم تعرف ان مش كل اشياء توافق، ما ينفعش، مش اي فكر على دماغ اعمله، ما ينفعش ابدا. اللي يبنيك بس الصح بس كل اشياء تحل ليه، بس مش كل اشياء توافق، مش كل أشياء تبني، مش كل أشياء تقربني من ربنا، مش كل أشياء هتدخلني الملكوت، دخل الناس كلها الملكوت معايا، ما ينفعش. ده أنا عاوزك عينك على الملكوت وتاخد اللي تقدر معاك عليه، يبقى أنت لوحدك مش خش بس، لا ده أنت وأهل بيتك وأصدقائك اللي تقدر تقربهم من ربنا واللي بتخدمهم، اللي تقدر تقربهم من ربنا، ده أنت ليك أجر على كل نفس بتقربهم من ربنا. ده الكتاب في سفر دانيال يقول لك والذين ردوا كثيرين إلى البر يضعون ضياء الجلد في ملكوت السماوات. اخدم، قرب، قرب ولادك يقربهم، بيتك يقرب، احذر ان اي فكرة على دماغك طبقه، ما ينفعش. شوف الخطوة التانية ايه، يبنيك ولا مش هيبنيك، يبني الملكوت ولا يبنيش الملكوت، شوف الخطوة التانية ايه، شوف الخطوة التانية ايه.